السلام عليكم أعزائي الطلبة، عندنا صفحة 54، عندنا glass blowing a family business. راح نشوف هنا نفخ الزجاج، عندنا هنا كلام مقالة حول نفخ الزجاج. A family business عمل تجاري عائلي، أو تقدر تقول عنها مهنة تجارية عائلية مختصة بالعائلة. راح نشوف هسه هذا الموضوع. يقول read the extract، اقرأ هذا المقتطف المقتبس from the guidebook، من الكتاب من الدليل about Lebanon، فيما اللي يتعلق بلبنان. Then do exercise in the activity book، ثم قم بحل تمرين A في كتاب النشاط. عندنا A B هنا راح نشوف هذولا. يقول if you are traveling to Lebanon، ما عندنا هذا، شوي نقرب الصورة أعزائي. يقول if you are traveling to Lebanon، إذا أنتم تسافرون أو كنتم مسافرين إلى لبنان، try to see some of the glorious objects people made there. Try to see. حاولوا أن تروا some of the gorgeous objects. بعض من الأشياء أو الأمور الأوبجكت الأشكال أو المواد الرائعة اللي ناس يصنعوها there هناك. Some of the most popular crafts are embroidery. Some يقول بعض من أغلب الناس، أغلب الحرفيين الشعبيين أو العفو الحرف، أغلب بعض من الأكثر الحرف الشعبية، أكثر الحرف الشعبية شنية هي الامبريودري، التطريز، هاي المطرزات، التطريز اللي موجود هناك. كوبر انجريفينج، النقش على النحاس. and glass blowing، والنفخ الزجاج. If you are lucky، فإن كنتم محظوظين، you can visit، أنتم يمكنكم زيارة ورشة معينة، a workshop، and see how the objects are made، وترون كيفية المواد كيف يتم صناعتها. طيب، glass was known in the Middle East over 4,000 years ago. يقول الزجاج كان معروفا في الشرق الأوسط منذ أكثر من 4,000 سنة خلت، أو 4,000 سنة مضت. الأجو تجي بالأخير أعزائي، دائما في آخر الجملة، والجملة عادة تكون في زمن الماضي. طيب، people used glass to make things like bowls. يقول الناس استخدموا الزجاج to make، اللي يصنع things، أشياء like مثل bowls الطاسات، هاي الطوس طاسة، bowl طاسة، vases مزهريات، and jewelry والمصنوعات أو المجوهرات الذهبية. but the glass was thicker، ولكن كان الزجاج thicker، أكثر سمكاً than the glass we know today، أكثر سمكاً من الزجاج اللي موجود اليوم. then ثم over 2100 years ago، يقول عبر أكثر من 2100 سنة، Syrian craftsmen، الحرفيون، أصحاب الحرف، الحرفيون السوريون، invented glass blowing، اخترعوا نفخ الزجاج. They used this technique، هم استخدموا هذه التقنية، to make finer more beautiful glass objects، لصنع أشياء أو مواد زجاجية أكثر جمالا وأكثر متعة، أكثر متعة، fine، فالشيء لطيف، فالشيء أحسن وأكثر جمالا. glass blowing، نفخ الزجاج، has been a popular craft for centuries in Lebanon. يقول هذا نفخ الزجاج has been، كان يعني حرفة شعبية، حرفة مهنة شعبية، for centuries، لعدة قرون in Lebanon، في لبنان. today، واليوم، it's used by، إنها تستخدم من قبل some small family businesses، بعض يعني الأعمال، بعض النشاطات التجارية العائلية الصغيرة، تستخدم من قبل بعض يعني في بعض البيوت العائلية، تستخدم هذا النشاط البزنس التجاري على نطاق محدود. the skills used، يقول المهارات المستخدمة are
passed down from father to son and the craftsmen are proud of their work. يقول الحرف هاي الحرف او هاي المهارات used المستخدمة هاي الحرف المستخدمة are passed down يقول يعني هاي شون يقول passed down ترسل او يعني تنتقل from father من الاب to son الى الابن من الاب للابن and the craftsmen والحرفيون ذولا الناس الحرفيون الرجال are proud يكونون فخورين of their work باعمالهم unfortunately لسوء الحظ it's difficult to make enough money just by blowing glass يقول لسوء الحظ it's difficult انه من الصعب to make enough money من الصعب يعني تكوين او تحقيق enough money تحقيق اموال كافية just by فقط من خلال نفخ الزجاج many craftsmen الكثير من الحرفيون شبيهم have to have يجب كان يتوجب عليهم ان يكونوا لديهم other jobs too يكون لديهم وظائف اخرى to ايضا وتو تجي اخر الجملة تجي بمعنى ايضا انتهت أعزائي هذه المقالة اللي كانت عن شنو عن عمليات نفخ الزجاج عن نفخ الزجاج أعزائي هنا آخر شيء يقول لي listen to the interview with هادي استمع للمقابلة اللي جرت اللي يعني مع هادي a glass blower وهو نافخ زجاج do you think he likes his job هل تعتقد أنه يحب وظيفته now والآن do exercise being the activity book والآن قوم بحل تمرين في كتاب النشاط تهت صفحة 54